بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروحات مدونة ثورة لينكس. اليوم إن شاء الله هنتعرف على تطبيق جميل تطبيق وظيفته هي إنه يحمل لك أو يعمل تحميل كامل للموقع عشان تستطيع إنك تتصفح الموقع بعد كده أوفلاين. طبعا التطبيق هو من جنو. هذا الموقع الرسمي للتطبيق. طبعا هذه الإنشادات المانوال. عندك ايضا في منتدى خاص للتطبيق فورم. اوكي أبال. تمام. المدون البلاك يعني طبعا فيها كل شيء جديد اصداراته. الانفورميشن انا هذا التطبيق. الهيستوري والليسن وكل شيء موجود. داونلود طبعا. لاحظ لي الويندوز 2000 واكس بي وفيستا وويندوز 8 جميع اصدارات الويندوز ايضا يركب عليه. عندنا هنا طبعا اللينكس البي اس دي يونكس كله ممكن تنصب البرنامج. طبعا هنا على التوزيعات دي مثلا ديبيان باكيج وبنتو باكيج الجنتو باكيج ار بي ام باكيج ريد هات الاوس اكس ماك. ايضا هنا الفيدورا باكيج الفري بي اس. طبعا هنا اليم ممكن على سنتوس. ايضا هذه اسم الحزمة. طبعا ممكن نشوف الحزمة هنا في نعمل ابديت. عندي ابديت ثواني بس. اوكي نضع اسم الحزمة ونضغط انتر. هذه هي الحزمة 64 بت اذا كان عندك نظامك 64 بت او 32 بت اذا كان نظامك عندك. ايضا هذه الدفل. اوكي او ممكن تنصبها عن طريق تيرمينال سودو دي ان اف انستول. تكتب اسم البرنامج بس. هذا هو الامر تنصيب. نشوف الحزمة ثم انتر. هذه هي الحزمة كاملة. يعني 1 ميجا. اوكي ننصبها. انتهينا من التنصيب الان. خلينا نشوف بس. نعم
نجي ونشوف الانترنت هي موجودة فيها ولا. هذه هي الحزمة اللي ركبناها هذا وتطبيق ممتاز، هذا هو. طيب الآن نشوف كيف نكمل التنصيب. مثلا الآن قلنا نخلي مثلا انجليزي، نشوف اللغات اللي موجودة. عربي طبعا ما في، مساكين نحن. اوكي نعمل نضغط على نكس نيو بروجكت. طيب بنسوي مثلا بنحمل موقع جديد، اسم الموقع مثلا مدونتي تو لينكس. عندنا كاتيجوري نخلي لينكس. نحفظه فين؟ هنحفظه في الهوم فؤاد باسم ويب سايت. اوكي ما في مشكلة. عندك عشان ترجع للخلف نيكس. الان نضيف اسم الموقع مثلا، هذه مدونتي، ناخذ اسم الرابط ونحطه، هذا اسم الموقع. بعدين يو ال اس تكس مثلا نسوي نقول تو لينكس. اوكي كله تمام. طبعا الى الايديت عندنا ما في مشكله. ايضا ممكن تضيفه مره اخرى بس نشيل. اوكي ما في اي لا باسورد ولا شيء ما يحتاج. اوكي صح عادي يكفي، يعني ممكن تستعمل هذا وممكن تضيف له. نعمل نكس. اوكي ستارت. الان نبدا تحميل الموقع كامل، جميع ملفات الموقع هيتم تحميلها، وبعد كده تستطيع انك تحط الموقع مثلا على دي في دي، واي وقت ممكن تستطيع انك تراجع او تشوف شروحات او انك تستعرض كل الموقع من وانت اوف لاين، ما تحتاج الى اي انترنت. هذه هي الطريقة، وطريقة سهلة جدا. هذا هو طبعا الان عمل هذا المجلد تو لينكس. هيبدأ الآن في تجميع الموقع كامل. إذا أقول لكم في أمان الله.